يا شيخ شعراوي لما وفقت في مجلس الشعب وقلت ان هذا الحاكم لو كان بيدي شيء من الامر لرفعته الى قمتي لا يسأل عما يفعل. من الذي لا يسأل عما يفعله؟ من الذي لا يسأل عما يفعل يا شعراوي؟ يا شيخ يا شعراوي من الذي لا يسأل عما يفعل؟ يسأل عما يفعل.